حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف العراقيه والدوليه، ونبدا باهم العناوين. في المدى التفجيرات تعود الى استهداف دور ناشطي تظاهرات الناصريه. وفي العرب اللندني، واشنطن تخلي سفارتها في بغداد، والميليشيات الشيعية تتحسب لضربة أمريكية. أما في الزمان العراقية فكهلة وحمالون بلا مورد، وأزمة الدولار، معدلات الفقر وتزيد تستنزف البطالة. العربية الجديدة، السفارة الأمريكية تنفي إخلاء مقرها في بغداد، ومصادر تؤكد مغادرة موظفين لديها إلى أربيل. وفي عربي 21، أردوغان ينفي أي تقارب مع الاحتلال ويوضح أسباب الخلاف. في القدس العربية، الصدر يدعو واشنطن وإيران إلى إبعاد العراق عن نزاعهما. في نيويورك تايمز، عفو ترامب عن مرتكبي مجزرة ساحة النسور نكأ جراح العراقيين. الغائب والحاضر في خطاب الرئيس، إذ كتب إبراهيم الزبيدي في مستهل مقال نشرته صحيفة العرب اللندنية أن الوقائع المسجلة لدينا عليه من قبل موافقة أحزاب السلطة على تنصيب رئيس الوزراء ومن بعدها لا توفر البيئة المناسبة لتصديق خطابه الأخير. فالحقائق تقول غير ذلك، فهو كان مديرا لجهاز مخابرات نظام التأسيس الخطأ من أيام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي وهبه المنصب بترخيص من الراحل قاسم سليماني، ثم استمر فيه في عهد عادل عبد المهدي الذي مدحه في يوم توديعه وبرأه من الفساد والفشل ومن قتل المتظاهرين. الثابت والمعروف أن العراق منذ وزارة نور المالك الأولى أصبح ولاية إيرانية خالصة مملوكة بالكامل للحرس الثوري الإيراني، وبالتحديد لفيلق القدس ولقائده سليماني وأعوانه العراقيين. ولأن الصيغة الثابتة لطبيعة عمل أي جهاز مخابرات في العالم هي جمع المعلومات السرية عن الدول الصديقة والعدوة معا والتجسس عليها وعلى أحزابها وأشخاص حكوماتها، فإن منصب رئيس جهاز بهذه الخطورة والحساسية في العراق الإيراني قد يعني الكثير جدا لسليماني، وربما أكثر من منصب رئيس الوزراء نفسه. وهو حين يوافق على تنصيب رئيس لهذا الجهاز فإن من تحصيل الحاصل أنه لم يعينه اعتباطاً وارتجالاً وبلا دراسة وتدقيق وتمحيص، بل لأنه تأكد من أنه الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الزمان المناسب أيضاً. موضع ثقته الكاملة والمؤتمن والمستبعد عنه تماماً أي خوف ولو بأقل من القليل من أنه قد يخون الأمانة في يوم من الأيام. ثم جاءت تحركات الكاظمي وتصريحاته وزياراته وقراراته كلها منذ أول يوم من رئاسته وحتى في يوم خطابه الأخير لتؤكد أن الرجل أمين فعلا على ما اؤتمن عليه. أضاف الكاتب: حين نتذكر كيف زكى الكاظمي وزارة عبد المهدي وعلاقته الحميمة بالعبادي ثم زياراته المتكررة لمحرك الفساد المالكي، نكتشف أن هذا الرجل لا يستحي ولا يعني أي كلمة من كلمات خطابه الأخير عن الفساد وعن أيامه ولياليه بحسب قول الكاتب. يتحدث الكل في العراق المبتلى بهشاشة النظام حكومي المنشأ بعد احتلاله عام 2003 عن آفة الفساد، حين يتساءل بتعجب كل من يستمع إلى تصريحات أصحاب القرار والمسؤولين التنفيذيين والسياسيين وقادة الكتل البرلمانية مع نوابهم: من الفاسد إذن؟ إذا كان الجميع يكفر بهذا الداء المستشري في كل منظومات هذا البلد ويلعن الفساد. نستمع إلى مقتطف من مقال الكاتب فارس الخطاب في صحيفة العربي الجديد. يمثل الفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدان هذا المجتمع سيادة القيم الجوهرية وغياب المساءلة، حتى يصبح من الصعب على المجتمع الفاسد أن يكون قوياً أو أن تكون الدولة التي يستشري فيها الفساد ذات قيمة وسيادة فعلية.
كما يتسبب مزيد من الفساد في تقويض قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والانتقاص من جودة الخدمات العمومية بسبب التلاعب بالميزانيات العامة والانتقاص من المبالغ المخصصة لتعزيز حقوق الإنسان. وقد يصبح الفساد خطراً على الأطفال الذين يكبرون في بيئة فاسدة، مما قد يجعلهم يألفون هذه الممارسات ويعتبرونها سلوكيات عادية وجزءاً من تفاعلات المجتمع. وعلى الرغم من أن في العراق جهات عديدة معنية في دباجة تشكيلها بمكافحة الفساد وملاحقته كهيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، إلا أن كل هذه الجهات مضافا إليها القضاء العراقي وخطب ممثلي المرجعيات لم تعلن أو تقدم أي شخص أو طرف للشعب العراقي على أنه فاسد، باستثناء حالات نادرة تم الإعلان عنها فقط من دون تطبيق الأحكام الخاصة بها، على الرغم من هزالتها ثم تم تذويبها ونسيان ملفاتها بعد أيام، والأدلة على ذلك عديدة ومحددة. أن تورط شخصيات سياسية كبيرة وأحزاب نافذة في أعمال الفساد في العراق وتأسيس مافيات منظمة تعمل بكل أريحية بحسب تعبير الكاتب، حينا بتجاهل أجهزة الدولة عنها وأخرى بحماية أسلحة الميليشيات، وأن ارتباط أعمال الفساد في العراق بشبهات تنسيق محكم مع دول إقليمية يجعل من أمر اجتثاثها أمرا ليس بالهين، إن لم يكن مستحيلا في ظل الطبيعة التركيبة القانونية والتنفيذية والتشريعية القائمة في العراق. أعلنت البحرين والسعودية والإمارات بدأها توزيع لقاح كورونا على مواطنيها، بينما لا تزال بلاد الرافدين مترددة بين تأييد صواريخ الكاتيوشا أم الصمت خوفا من الجماعات المسلحة، وفي أحسن الأحوال الاستماع إلى معظم السياسيين وهم ينكرون علاقتهم بهذه الصواريخ. مقال ساخر عن فساد الأحزاب في العراق للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. تقدم دول العالم لشعوبها درسا في المثابرة لا مكان فيه لجمل وشعارات عن عملاء البرجوازية وأصحاب الأجندات الانحرافية الإمبريالية الرجعية، ولا مكان للمزايدات السياسية التي تجعل أصحاب الكفاءة خارج الخدمة وتترك المجال للمقربين الذين يعتقدون أن هناك مؤامرة تحاك ضد العملية السياسية. وفي الوقت الذي يستعين العالم بخبراء الأوبئة لمواجهة كورونا، تستعين هذه البلاد بأحد عباقرة الطب والذي يعمل رئيساً للجنة الصحة البرلمانية، وأعني به صائد الفيروسات النائب قتيبة الجبوري، الذي أخبرنا قبل أسابيع أن كورونا هو فيروس سياسي مهمته تخريب اقتصاد العراق، وهو الاقتصاد الذي ينافس اقتصاد الصين واليابان مجتمعتين. وأضاف سيادته توابل لنكتته أن كورونا فيروس استخباراتي، ثم أطلق للشعب وصيته الطبية: لا تقلقوا، فإن تأثير كورونا أقل بكثير من تأثير الإنفلونزا، ومشاهد الموت مجرد فوتوشوب. العالم يعيش هاجس الخوف من السلالة الجديدة لوباء كورونا، بينما نحن نعيش مع وباء أخطر وأشد فتكاً، وهو تصريح جهابذة السياسة الذين ينشرون كل يوم أنواعاً جديدة من وباء الكذب والانتهازية والطائفية والخراب. إن هنالك اليوم في بلاد الرافدين والتي تسمى بلاد العجائب جيشاً قوامه آلاف السياسيين، تستطيع أن تطلق عليهم وأنت مرتاح الضمير صفة الفضائيين، فهم يتقاضون رواتب فضائية ويتقاسمونها بالعدل والقسطاس. لا يعترف المسؤول الفاشل بالخطأ ويعتقد أن الخطأ والصواب لا علاقة لهما بإدارة الدولة، حين حول الملك أغنى دولة عربية وهي العراق إلى بلد يحار أين يضع مرضى كورونا. الديمقراطية الفاشلة في عراق ما بعد عام 2003 تقترن إلى حد كبير بمؤشرات خطيرة وبائسة تدل على أن هذا البلد ذاهب إلى السقوط في شراك التطرف والعنف الفكري والاجتماعي والسياسي، لا سيما بعد أن فقد الشعب ثقته بها وبعد أن انهال عليها المتطرفون وأصحاب الأجندات الخارجية من جميع الجوانب بالضربات المبرحة.
عن الديمقراطية أيضا في العراق كتب سامان سوراني مقالا في موقع شفق نيوز. إن سطوة القطاع الاستهلاكي المستورد في العراق ولد فسادا متعدد الأبعاد وأدى إلى خسائر مالية كبيرة وشل الاقتصاد الإنتاجي بقطاعيه العام والخاص، وكان أيضا سببا في ضعف الاستثمار المستدام وإيقاف المعامل والمصانع في القطاعين العام والخاص. أما انتشار وباء كورونا فقد أضاف على مشكلة الاقتصاد العراقي الريعي غير المنتظم والمعتمد على الاستيرادات لتلبية الاستهلاك مشاكل أخرى أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص التمويل الحكومي لدعم رواتب موظفي الدولة والقطاع الخاص. وبعد إطاحة استقلالية البنك المركزي العراقي بالكامل صارت العملة العراقية عاجزة عن الصمود أمام الدولار، وقد تخسر هذه العملة في العام 2021 قيمتها أكثر وأكثر، وقد يكون هذا الموضوع مرتبط بالوقت فقط. نحن لا نعرف لماذا لم تقم حكومة السيد مصطفى الكاظمي في بداية مشوارها الحكومي بتعديل سعر الصرف، ولماذا قامت بدل ذلك باستنزاف الاحتياطي النقدي. إن حقن الاقتصاد العراقي بالإبر ومسألة القروض الداخلية والخارجية لا يمكن أن يكون حلاً مستديماً للأزمة الاقتصادية والمالية، فمن الممكن أن تؤدي تلك القروض في المستقبل إلى انهماك وهلاك هذا الاقتصاد الرجعي. لقد صار الفساد في العراق جزءاً من بنية النظام السياسي وفقدت الديمقراطية في العراق. سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على قصة قتل مجزرة ساحة النسور في العاصمة بغداد قبل سنوات، والتي ارتكبها أفراد من شركة بلاك ووتر الأمريكية سيئة الصيت، حصلوا أخيرا على عفو من الرئيس الأمريكي. قد سردت الصحيفة الأمريكية في تقريرها التفاصيل الأولى لتلك الحادثة الأليمة. سلطت عمليات القتل الضوء على كيفية تصرف متعاقدي الأمن الأمريكيين المدججين بالسلاح دون عقاب بعد الغزو الأمريكي للعراق، مما أغضب المسؤولين العراقيين الذين لم يجد تحقيقهم أي دليل يدعم مزاعم بلاك ووتر بأن القافلة تعرضت لإطلاق النار أولاً. كانت هذه هي المرة الأولى التي بدأ فيها العديد من الأمريكيين التعرف على الدور المتزايد الذي تقوم به شركة بلاك ووتر التي أسسها إيريك برينس، العضو السابق في البحرية الأمريكية والحليف المستقبلي للرئيس ترامب، والذي يجني المليارات من الدولارات من تلك العقود. بينما تراكمت التهم على الشركة بارتكاب انتهاكات مع القليل من العواقب، ويعد التحقيق الأكثر صعوبة من الناحية اللوجستية والقانونية في تاريخ وزارة العدل الحديثة، وفقا لمسؤولين سابقين في الوزارة عملوا مباشرة في القضية. وقالت إيمي جيفريس كبيرة المدعين العامين للأمن القومي في وزارة العدل التي أشرفت على القضية، إن العفو سيكون له تأثير دائم على صورة أمريكا في الخارج، وأضافت إن هذا العفو يرسل رسالة مروعة إلى وزارة العدل وشركائنا العراقيين الذين ساعدوا في هذه القضية الصعبة للغاية وبالطبع إلى الضحايا. قال حراس بلاك ووتر إنهم يعتقدون أنهم تعرضوا لإطلاق النار أولاً، مع أن التحقيقات العراقية والأمريكية رفضت رواياتهم، بينما ذكرت شهادة أخرى أن رصاصة أولية أطلقها أحد حراس بلاك ووتر قتلت سائقاً استمرت سيارته في السير، وقد أدى ذلك إلى إطلاق وابل من نيران المدافع الرشاشة والقذائف الصاروخية من المتعاقدين الأمنيين، والذين توقفوا فقط بعد قتل 17 مدنيا عراقيا. يمكن الإقرار من دون أدنى مبالغة أو تعويم بأن القضايا والممارسات والصراعات المتعلقة بالسلطة ومدارها تعد من بين أخطر المعضلات التي تعمق أزمة المنطقة العربية سلطة وشعوبا وثقافة وفكرة. غياب المسؤولية والمحاسبة وغياب الوازع الذاتي في ممارسة الفعل السلطوي مهما كان مستواه هو الذي فتح البلاد العربية على توحش الفساد الذي تحول إلى الحاكم الحقيقي والسلطة الفعلية في هذه الأقاليم. إذن عن أزمة السلطة في البلاد العربية نتابع هذا المقال في موقع عربي 21.
عربياً لا يمكن اليوم إلا تسجيل حصاد الخراب والدمار والقهر والمجاعات والحروب والكوارث التي تسبح فيها البلاد العربية بكل أنواعها، وهي حصيلة عقود من ممارسة السلطة من أسفل الهرم الاجتماعي إلى أعلى الهرم السياسي. لا يمكن اليوم إلا الإقرار بأن السلطة الحاكمة بوجهها السياسي، بما هي سلطة الدولة المكونة من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، هي السبب الأساسي لخراب الوطن العربي والمنطقة بأسرها. إن ما آلت إليه البلاد العربية من خراب لا يوصف على كل الأصعدة، إنما سببه هو الاستبداد بالسلطة في كل مستويات الدولة والمجتمع. لا يقتصر أمر فساد الممارسة السلطوية على الدولة والنظام الحاكم، وإنما يتعداه إلى أغلب الفواعل المقابلة له من الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وتشكيلات الفضاء المعرفي والعلمي والأكاديمي والفني والرياضي. يحمل المعارض العربي والحقوقي والأكاديمي والفنان جينات الطاغية التي استبطنها ثقافيا وتربويا واجتماعيا. لا يجب أن ننسى كذلك أن السلطة السياسية في البلاد العربية إنما تستمد قوتها الحقيقية من العمق الخارجي، ونقصد بها منظومات الدولة التي وضعتها في سدة الحكم لتمارس لمصلحتها بالوكالة منذ الأربعينيات من القرن الماضي. يفتح هذا القوس مقولة السيادة، لأن وقوع البلاد العربية تحت سلطة الاحتلال غير المباشر اليوم يجعل من مقولة السلطة العربية مقولة نسبية، لأنها سلطة بالوكالة ليست سلطة أصلية. تزامن يوم 24 من ديسمبر كانون الأول الحالي مع مرور الذكرى 56 لرحيل الشاعر العراقي والعربي بدر شاكر السيد، والذي غادر على منى عام 64 و900 ألف، وهو الذي يعد أحد أبرز شعراء الحداثة، وما زالت تجربته الشعرية مقصدا للباحثين والنقاد الذين يحاولون دراسة مراحل نشأته وارتباطه الوثيق بمسقط رأسه، مما جعل من مكوناته الجغرافية المحببة للسياب الإنسان جزءا لا يتجزأ من إبداع الشعر. السياب استطاع أن يبلور أفكاره ومشاعره الشاكية من الحبيبة في صور حسية، كان النهر مسرحا لها. تقول صحيفة العرب اللندنية في تقريرها: هكذا استطاع السياب أن يضع جدول بويب الصغير في قلب الحداثة الشعرية العربية، وكأنه نهر الدون الكبير لدى شولوخوف في روايته الدون الهادئ، أو نهر درينا لدى إيفو أندرتش في روايته جسر على نهر درينا، في حين أنه خيط ناشف بين الماء والنخيل، وكما وصفه الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين بعدما رآه في أثناء زيارته لقرية جيكور عام 71 و900 ألف، وعاد منه مدركا أن الأنهار يبتكرها الشعراء وأن المدن يصنعها الخيال. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.